والله بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مبروك لجمهور النادي الاهلي وكل لعيبه النادي الاهلي تعهدت ان هي لازم النهارده تكسب تسعد جمهور النادي الاهلي، والحمد لله قدرنا نكسب مكسب كويس 4 اهداف. طبعا حاجه كويسه، فرقه مصر فرقه كويسه واستعدت بشكل كويس وعندها لعيبه، جابت لعيبه كتيره اول السنه دي، بس احنا الحمد لله كنا مركزين وبشكل كويس وقدرنا ان احنا نكسب الجيم. يعني الحمد لله المكاسب بتكون مهمه جدا، يعني كريم فؤاد النهارده حاجه يمكن ربنا كرمه الحمد لله، عوده من بعيد جدا جدا جدا، مودست النهارده اول مباراه، امام عاشور بيزيد في كل مباراه، رضا النهارده متالق، يعني ده بينعكس ازاي عليكم على الجهاز الفني يا كابتن؟ بص طبعا انا كريم بالنسبه لي النهارده حاجه كويسه، بعد فتره طويله اللعيب لما يبقى اصابه كبيره ويرجع بالشكل ده برضه، يعني بشكر الجهاز الفني والجهاز الطبي على المجهود الكبير اللي عملوه معاه عشان يجهز، وان هو يبقى اول مباراه بالنسبه له يظهر بالشكل ده مجهود كبير اتعمل، فانا مبسوط له جدا وسعيد جدا بيه النهارده ان هو قدر ان هو يلعب وبيلتحم وبيشترك، وان هو كمان ربنا يكرمه بعد فتره طويله كده يجيب هدف، دي حاجه كويسه. امام بياخد خطوه وان شاء الله امام لعيب كبير وعنده امكانيات كتيره، كل لعيب النهارده كانوا كويسين والحمد لله، ونتمنى بقى على طول الدنيا تبقى ماشيه بشكل كويس. انا مش طول عليك لان لسه انتوا راجعين للقاهره، لكن موسم صعب، البدايه باينه، عندنا تلاحم كبير جدا في المباريات، مشاركين في عدد كبير جدا من البطولات، محتاجه كل الجديه وكل الحماس وكل الرغبه، ودور اكيد كبير للكابتن خالد بيبو لان اوضه اللبس مهمه جدا يا كابتن خالد، انت عارف بقيمتك الفنيه الكبيره جدا. اكيد الموسم هيبقى صعب جدا، داخلين بطولات كتيره السنه دي وكلها في توقيتات قريبه من بعض، بتخرج من بطوله تخش على بطوله تانية، يعني الموضوع طبعا مش سهل، بس هو ده يعني اللي عارفين، هو ده اللي عارفينه عن النادي الاهلي ان هو لازم يعني في كل البطولات اللي بيخش فيها بيحاول طبعا يكسب، بيعمل كل مجهود، واللعيبه على طول بتقدر ان هي تفصل ما بين كل بطوله، والحمد لله يعني قدرنا وهنحاول ان احنا نجتهد في كل البطولات، لان جمهور الاهلي يستحق، جمهور الاهلي هو رقم واحد عندنا، وكلنا سواء لما لعبنا كوره واشتغلنا نادريين ولعبت النادي الاهلي، كل واحد مسؤول في النادي الاهلي هو نمره واحد عنده جمهور النادي الاهلي، ودايما جمهور النادي هو اللي بيديك الدعم، مش اي حد تاني، جمهور النادي الاهلي هو اللي في ظهرك، هو اللي بيامنك، وهو اللي يبقى طول الوقت هو خط الدفاع الاول عنك، وانا اتعودت على طول عمري اللي بيدافع عني هو جمهور النادي الاهلي، مش اي حد تاني، جمهور النادي الاهلي هو في الفترات اللي انا كنت بحتاجه فيها والفريق بيحتاجه فيها كان جمهور النادي الاهلي نمره واحد.